أنس رمضان وهذا التقرير. نتابع. مضت ساعات طويلة لليوم الثالث على التهدئة الإنسانية، إلى الآن الوضع على حاله والمشهد يشابه كثيرا ما حدث في اليوم الثاني وأيضا الأول، وغياب تام لممثلي وموظفي الأمم المتحدة، إضافة أيضا إلى استمرار الانتهاكات وحالة القمع التي تقوم بها جبهة النصرة الإرهابية والمجموعات الإرهابية الأخرى بحق المدنيين داخل الأحياء الواقعة شرق المدينة. هناك رغبة كبيرة جدا من المدنيين بالخروج إلى تلك المناطق، ولكن هناك قمع إرهابي من قبل تلك المنظمات الإرهابية بمنع المدنيين إلى الخروج إلى هذه المناطق، أيضا منع المسلحين الراغبين بتسويت أوضاعهم وتسليم أنفسهم إلى الدولة السورية. الله يصلح البلد ونرجع الأمن والأمان لنا ونرتاح ببيوتنا بقى حاج، كفاها تعب. لازم يعني يحطوا على فراسا ويطلعوا بكفي. يتقوا الله في هالعباد اللي عم تتمنى من الله الرحمة. على هذا الطريق كمسار أول كان من المفترض أن تمر وسائط النقل التي تقول المدنيين والمسلحين الخارجين من أحياء حلب الشرقية عبر المعابر التي جهزتها الحكومة السورية بكل الاحتياجات، إلا أن انتهاكات وتهديدات المجموعات الإرهابية المسلحة والدول الداعمة لها للمدنيين حالت دون خروجهم بغية إفشال التهدئة الإنسانية. أنس رمضان، الإخبارية السورية، حلب.